انا يهمني بقى دلوقتي جمهور نادي الاسماعيلي يبقى مرتاح ومطمن الوضع السنه اللي فاتت ونتكلم عنه الاول او الموسم اللي لسه يعني خلصان. وضع ما كانش يفرح جماهير نادي الاسماعيلي، ما يفرحش زي ما قلت حتى في المقدمه كل الجماهير اللي بتحب الكوره في مصر. انت قلت كلمه جميله، نادي الاسماعيلي احنا بنقول نادي كبير جدا، نادي عريق، نادي عنده بطولات، نادي عنده جماهير. انا بقول من احسن الجماهير في العالم، مش في مصر بس، الجماهير عاشقه، جماهير كلها لعبت كوره، يعني معظم الجماهير اللي انت بتشوفها قاعده في المدرجات كلهم لعبوا كوره في الناشئين في نادي الاسماعيلي، او الكبار او اللي بقى اب واللي بقى جد، كلهم لعبوا في النادي وكلهم جماهير. وهو قاعد يالف اغنيه حسب الحدث، يقول اغنيه باسمك كلاعب. صح. جمهور ممتع، جمهور بيحب فريقه قوي، بيخاف على النادي قوي. النادي الاسماعيلي كبير ببطولاته، بنجومه، بتاريخه، بمحبينه في كل حته في العالم والوطن العربي وفي افريقيا كمان. طبعا. النادي الاسماعيلي احنا دايما بنقول، وناس كتير قبلنا واساتذتنا والاعلاميين الكبار قالوا، النادي الاسماعيلي الضلع الثالث للكره المصريه. 100%. ودي حقيقه، النادي الاسماعيلي الضلع الثالث للكره المصريه. صحيح. مهما يصادف من مشاكل، مهما يمر بازمات، النادي الاسماعيلي اول فريق مصري وعربي حصل على بطوله افريقيا. أيوة. النادي الاسماعيلي في الازمه ايام حرب 67 كان مفيش كوره، النادي الاسماعيلي النادي هو الوحيد المصري اللي كان بيعمل مباريات ولف الخليج عشان يعمل مجهود حربي ويجيب دخل لمصر. النادي الاسماعيلي زي ما بقول لحضرتك، احنا جمهوره عارف قيمته، سواء اللي لسه صغير مولود او الكبار. دايما بيقولوا ان الناس مالي مليان نجوم كتيره، لعب كام لعيب من الناس مالي ونجوم راحوا منتخب مصر. صح. النهارده الناس مالي حتى باحصائياته بعد النادي الاهلي والنادي الزمالك اكتر بطولات دوري او افريقيا او كاس النادي الاسماعيلي. الترتيب الثالث النادي الاسماعيلي اكتر نادي خد ثالث، الرابع النادي الاسماعيلي اكتر نادي اخد رابع. يبقى معنى كده ان يستاهل عشق الجماهير، يستاهل ان هو يتقال عليه درويش الكره المصريه، يستاهل يبقى برازيل مصر، برازيل العرب، يستاهل ان بعد النادي الاهلي جمهور الاهلي بيحب النادي الاهلي وفي نفس الوقت بيحب الاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي، ونادي الزمالك بيحبوا النادي الاسماعيلي، اتحاد المصري. احنا بطبيعتنا كمان بنحب الانديه الجماهيريه جدا. يعني انا بعشق الاتحاد السكندري، النادي المصري، المحله، المنصوره، الانديه الجماهيريه انا بعشقها وبحبها، كلنا كده. لكن الناس مين مش في حالته، النادي الاسماعيلي مش في حالته. حلو. انا قبل ما اقطع، انا كنت سايبك تستمتع وتتمتعني كمان الله يحفظك بالتاريخ العظيم للاسماعيلي ده.